كسيتي دي سونار قوة باتن مامتي سنة تفين أنا وتعلت أما عرتي عفت كوسوم 21 تاوسي توم أنت أمات قلبي مشكلة أنت أمات كلية مشكلة عرتي عامل لخبطة هما عطوم هوب فكوني what is the priority عملت عملية هارد عملت عملية رجلي عملت تونسي توم فكوني saving my life sanctuary of life أول مرة دخلت عملية open heart أنا الحمد لله أنا كويس أنا الحمد لله عملت عملية رجلي وكبست أول مرة احتفلت مع عيلتي أنا صغيرة أول سنة عيلتي عملوا احتفال بيا أول سنة أنا مستر فايتر هذا المتحدث الشاب الجميل كان طفل جميل يحكي قصته يحكي المصاعب بيحكي الحكاية بدأت إزاي بيحكي يعني من أول ما هو في يعني الأشاعات الأولى اللي هي للأم وهو جنين بيحكي المشاكل بدأت إزاي من قلب مفتوح لعملية في الرجل لخروجه للحياة مصاعب في مصاعب وراها إنجاز ورا إنجاز يحيى أنديل نموذج لمتلازمة داون ولكن بطل يحيى يبدو أنه أخذ من اسمه كتير يحيى بسعادة وببطولة وبهمة من ذوي الهمم والدته هي كمان أنا بشوفها بطلة ما قلت ليحيى ماما بطلة وإحنا كده في الاستوديو قال لي لا قلت له طب شاطرة قال لي لأنه عنده البطل هو البطل الرياضي ووالدة يحيى الأستاذة هدى سليمان دحروج مساء الخير اولا لماما ليديز فيرست يا يحيى فاحنا خلينا نقول لماما منورانا ومساء الخير وبنشكرك على هذا البطل ثانك يو فيري ماتش منورانا الله يخليك يحيى مساء الخير يا يحيى مساء الخير ده انت ممكن تنافسنا انت عندك انطلاق وانت بتتكلم صح يعني تحب تبقى مذيع ممكن كنت عامل برزنتيشن حلوه دي كانت فين البرزنتيشن دي مش هتنسي ده ان ستوري ستوري قصتك قصتي على عشان انا عمليه في هوبن هايد اول بعدين ايوه عملت مشكلة قلب مفتوح مشكله في رجلك انا كبست انا انا بتجمع حياتي على المدرسه انت سعيد بالانجاز اللي عملته يعني طبعا. انت بطل وعلى فكره انا وانت عندنا حاجه مشتركين فيها عارف ايه لا بنحب السباحه انا سباحه زيك انت بتعوم بريست ولا كرول لا انا التخصص بتاعتي بريست بريست زي شفت بقى انا وانت وبلعب كرول وبتلعب كرول انا مره انزل اسبقك في البريست ايه رايك لا انا هسبق انت هتسبقني اكيد انت هتسبق طبعا وانا موافقه انا زيك بحب السباحه وبطله سباحه اصلا فشوف احنا عندنا حاجات مشتركه اهو صح ايه قصه يحيى مدام هدى هو حكاها انتوا جبتوا نبذه منها الحقيقه ده كان في مؤتمر زي تيدكس بس للسبيشال نيدز الناس تيدكس اللي هم بيحكي قصه حياته قصه حياتهم فده كان تقريبا من 3 سنين او 4 سنين قبل ما يدخل الجامعه حتى وكان بيحكي قصته بنفسه والحقيقه يمكن النهارده القصه كملت شويه طبعا لحته ابعد شويه قصه يحيى انه لما اتولد انا وباباه وما شفناش ان احنا خدنا كل الخضات اللي في الاول والمشاكل الصحيه اللي عدينا بيها يعني انما كنا هو شايفين هو اصغر طفل يعني هو اصغر طفل يعني هو كان في اطفال قبله هو رقم 3 في اسرتنا وعنده ولدين اخين ويمكن هو دايما كان شايف ان هم اخواته الرول موديل بتوعه ايوه لعبوا رياضه هو هيلعب رياضه واحنا كمان كنا شايفين ان هو
يعني هو ابتدى الدمج من بدري قوي. وخليني اقول لك ان سر النجاح او سر اي حاجه نفسه. الدمج نفسه. الدمج في اسرته الصغيره. انه واحد زي اخواته هيتعمل له كل حاجه مطلوبه تساعده. والحقيقه هو في الاول كنا احنا بنحلم هو عايز ايه، وبعد شويه هو اللي بقى بيحلم واحنا بنحاول نحقق له حلمه زيه وزي اخواته. حسن هو نجم العيله، هو البطل بتاع العيله. هو دايما بيعمل حاجات مش متوقعين، بيعلي الاكسبكتيشن يعني، زي بيعلي مستوى. اديني بقى امثله كده في لما في المشوار. كنا ندخل المدرسه كنا بندخل المدرسه واحنا مش عارفين الدنيا هتمشي لفين، ومن 22 سنه ما كانش في مدارس دمج، ما كانش في قوانين، ما كانش في العهد اللي احنا فيه دلوقتي. صحيح. هم حقيقي القادرون باختلاف العصر الذهبي بتاعهم زي ما بيقولوا. صحيح. احنا ايام يعني في الوقت ده ما كنا احنا بنواجه التحديات بنفسنا، احنا اللي بنحاول نقنع المجتمع بحاجات. بس الحمد لله هو توفق في مدرسه ودخل السيستم الامريكان. كان اسهل شويه في الدراسه بالنسبه له في الدمج، وما كانش عنده مشكله في المدرسه والطلبه. لا الدنيا يعني مشيت الحقيقه كويس. الحقيقه دايما كنا احنا والمدرسه بنتعاون مع بعض عشان نعدي ونتغلب على التحديات اللي ممكن تكون بتقابل، اذا كان ثقافه المجتمع اللي حواليه، اذا كانت، بس المدرسه كانت مهيئه لده الحقيقه. وخلصنا يعني، تخيلنا ان احنا نوصل لابتدائي، خلصنا ابتدائي نوصل لاعدادي. لقيته بيكمل لحد ما وصل للدبلومه الامريكيه. ودي صعبه، يعني صعبه حتى على الناس العاديه. صعبه، بس هو دخل اكتر من تجربه زيه زي بقيه الطلبه لغايه ما جاب الرقم اللي يأهله للجامعه. فابتدينا نقول، هو قال انا عايز ادخل الجامعه زي اخواته، فابتدينا ندور على الجامعات. والحقيقه ربنا وفقنا في جامعه يعني انا بكن لها كل الاحترام والتقدير. وعلى فكره الجامعه ما كانتش فيها حاجه مختلفه ليحيى، هو مشي في السيستم العادي، بس كان فيها احتواء. كان فيها حب. كان زمايله كانوا بيساعدوه جدا. وتخرج من الجامعه، يمكن دي الحفله اللي تمت الاسبوع اللي فات. أيوة. واللي القى فيها كلمته، وده يمكن الفجأة لقينا ان الدنيا بصت للموضوع بطريقه مختلفه. انا بقول ان فتره الجامعه وفتره الدمج دي عملت توعيه جامده جدا. أيوة. وعشان كده انا بناشد بالدمج قوي. طبعا. لانه بيفرض التوعيه وبيشوفوا قد ايه الولاد عندهم حاجات ممكن يتقبلوها. وهنا هي فكره قادرون باختلاف. احنا قادرون بس احنا مختلفين. يعني لكن احنا قادرون. هو السلوجن الجديد بتاع يحيى، وي ار اول ديفرنت، ويمكن دي صحيح. كلنا مختلفين. انا بتفق معاك يا